السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة أليف واضح. اليوم غادي نقدم لكم جزء آخر من أجزاء السلسلة اللي بديناها وخصصناها بحول الله وقوته لمطرح الجريمة والتغييرات اللي كتوقع عليه بشكل متعمد. دائما إذا كانت هذه أول زيارة لك عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، نتمنوا تسجلوا في القناة اللي انضمامكم نتوما لها غادي تكبر، ومشاركتكم مع معارفكم نتوما غادي تكون معروفة، وغادي تقدم المزيد من الخدمات المعرفية لكل الشرائح المغربية إن شاء الله تعالى. فبلا بكم نتوما هذه القناة ما غاديش تسوى والو، بلا مشاركتكم غادي تبقى محبوسة ومحصورة فقط غير عند الناس اللي كيتبعوها لحد الساعة واللي حنا كنتشرفوا بالاستضافة ديالهم بيناتنا. فكيف كنقولوا في المغربي، بغينا الخيمة ديال قناة أجير فهموها صح تكبر وتكبر باش يستافد أي واحد عنده الهدف الحصول على الفائدة والمتعة. باش ما نطولوش عليكم كنقولوا لكل واحد فيكم أجير فهموها صح ونبداو على بركة الله. أجير فهموها صح. الواقع المعاش كيبين في اغلب الاحيان بلي الاشخاص الابرياء كيتصرفوا بشكل مختلف تماما عن الجينات، وكل ما كان الضابط كيتوفر على معلومات بخصوص السلوك البشري كل ما سهل عليه فهم تصرف الشخص اللي كيتم الاستجواب ديالو. عمليه تغيير مسرح الجريمه ماشي شي عمل اللي هو طائش او لا عشوائي من طرف الجاني اللي كينظمو بشكل مبسط او مفصل، انما روح الجاني هي اللي كتنظم العمليه من البدايه حتى النهايه. كيتم تحديد هذا السلوك واعتماده ثم كيتم تفعيله من قبل الجاني كيف شفنا من قبل، هدف تحويل جهود المحققين ويخليهم في بعض المرات كيتخوفوا من توجيه الاتهام ديالهم ليه، كما انهم اللي كنسولوا بعض الجونات عن الاسباب اللي خلاتهم يقوموا بالتغييرات في مسرح الجريمه كتفاوت وكتختلف الاجابات ديال كل واحد منهم، انما الاغلبيه منهم كيقولوا بلي تصابوا بالخلعه وما عرفوش اشنو كيديروا في ديك الساعه. على اي حال، على الرغم من ان العديد من المواطنين اللي ما خضعوش لاي تدريب او تعليم او خبره في علوم الطب الشرعي او التحقيقات الجنائيه او غير ذلك، كيعتقدوا بلي كيعرفوا ديال علم الطب الشرعي والتحقيقات الجنائية من خلال داكشي اللي شافوه في وسائل الإعلام، لكن مع كامل الأسف فهما غالطين وبزاف في هذا الافتراض. ونفس الشيء كينطبق على الجانحين، فمجرد مشاهدة المجرمين للتلفزيون ما كيعنيش بلي غادي يكونوا عارفين كيفاش كيبان أي مشهد من مشاهد الجريمة في الحياة الواقعية، وهذا كيمنع بشكل كبير كل محاولة منهم باش ينجحوا في الخداع وكيزيد من احتمالية القبض عليهم. فأي تعريف من مسرح الجريمة ما خصناش نهملوا بلي من المحتمل يكون تعرض لتغييرات متعددة، لان عنصر النية الاجرامية اللي كيكون الهدف منه تضليل الابحاث والتحريات كيكون تجدر بشكل معمق في البناء ديال اي مسرح جريمة. الشيء اللي كيبين باللي رغبة النجاح في الخداع هي اللي كتكون مسيطرة على الفكر وعقل الجاني او اي واحد مشارك معاه في الفعل الاجرامي ديالو. التعريفات اللي كتهم تغيير مسرح الجرائم واللي ما كيتشارش فيها النية الاجرامية كتميل بزاف للغموض، وهذا هو اللي كيخلي كل واحد باغي يستكشف مسرح الجريمه كيكون تايه في المهمه ديالو وكيعاني من الصعوبات في الوصول للحقيقه. ومع ذلك فالتغيير في مسرح الجريمه كيتناقض بزاف مع تعديل او لا تغيير مسرح الوفاه، لاننا اللي كنقصدو بتعريف تغيير مسرح الجريمه هو ملي كيقوم شخص كيف ما كان وبشكل متعمد بتغيير بعض او كل الاشياء اللي كتكونوا باش يحمي الضحيه او لا العائله ديالو. لكن بعض الاحيان كيقوموا بعض الاشخاص بتغيير مسرح الجريمه باش يحميو كرامه احد افراد ديال الأسرة ديالهم، كما أنه في بعض الحالات أيضا كنلقاو الضحية تمت التغطية ديالها بواحد الثوب أو لا تم إغلاق العيون ديالها على سبيل المثال. فكل هذه السلوكيات ما كيكونش القصد منها تضليل التحقيق على الإطلاق، إنما كتكون ناتجة عن الصدمة اللي كيعانيو منها أفراد الضحية اللي لقاوها في واحد الموقف اللي هو بالنسبة لهم غير مقبول. فبحال التغييرات ما كتعنيش دائما تغيير مسرح الجريمه، وخصوصا اللي كيتعلق الامر بمسارح الجريمه اللي كتهم مثلا حالات الاغتصاب، القتل، الانتحار او الوفيات اللي كتثير الشهوه الجنسيه واللي كنسميوها باللغه الفرنسيه مور افخوديزياك. اذا كان الامر كيتعلق بمسرح الجريمه او بوفاه مشبوهه، فهنا المحقق كيطلب من اصدقاء وعائله الضحيه يحددوا ليه التغييرات اللي قاموا بها، وهذا الشيء باش يمكن ليه يوثق هذه التغييرات في الطريقه اللي كتبان ليه مناسبه كيف ما كانت ومهما كانت اسباب مسرح الجريمة. كيتوجب على الضابط المحقق باش يفحص السلوك والأدلة مكان الحادث بشكل مفصل. تغيير مسرح الجريمة والتدابير الاحترازية. السلوكيات مسرح الجريمة متعددة ومختلفة، وفي الحياة الواقعية كنلقاو البعض من هذه السلوكيات اللي هي عكس الإجراءات الاحترازية واللي كيقوم بها الجاني، واللي غالبا كتكون السلوكيات كتعبر على عملية الانطلاقة أو لا البداية ديالو من الأفعال الإجرامية اللي قام بها. فعلى سبيل المثال، الشخص كيضبط الزوجة ديالو في علاقة جنسية مع عشيق لها في مكان خارج بيت
الزوجية ثم كيقوم بالقتل ديالهم بجوج كرد فعل منه. فهنا السلوك ديال الزوج الانطلاقي في مسرح الجريمة كيتمكن في القيام على سبيل المثال بسكب كمية من المواد المنطفة على الجثث ثم كيهرب من مكان الفعل الجرمي. فهنا الزوج كيحاول يتستر على الأدلة اللي تقدر تكون تبقات من عملية الاعتداء على الضحيتين ديالهم. ومن ناحية أخرى فإلى هذا الزوج من بعد ما قام بالجريمة الأولى ثم شعل النار في المكان فاش ضبط العاشقين باش يعطي واحد الانطباع باللي توفوا نتيجة الحروق اللي تصابوا بها واللي نجمات على النار. فهنا كنلقاو ريوسنا كمحققين جنائيين أمام حالة تغيير مسرح الجريمة، لأن سلوكيات تغيير مسرح الجريمة والإجراءات الاحترازية كتشابه بشكل كبير، كما أن الخط اللي كيفصل بين إجراءات تغيير مسرح الجريمة والإجراءات الاحترازية كيخلق في بعض الأحيان نوع من الارتباك. في معظم الحالات تغيير مسرح الجريمة كيعني باللي الجاني الهدف ديالو هو يخلي المحقق يعتقد باللي الضحية مات بشكل طبيعي، في حين أن الإجراءات الاحترازية كتعني باللي الجاني داخل مجموعة ديال الاحتياطات قبل وأثناء وبعد ارتكاب فعل الجريمة. وهذا الشيء كامل لأنه اختار بعناية سلوكياته، بحال مثلا يرتدي القفازات باش ما يخليش من وراه بصمات أصابعه، أو لا كيرتدي أقنعة باش حتى واحد ما يقدرش يتعرف عليه، إلى غير ذلك من باقي الاحتياطات اللي كتفرض نفسها حسب طبيعة الجريمة اللي باغي الجاني يرتكبها. الخداع من المحقق كيحضر شي مشتبه به للمصلحة في إطار التحقيق معه في وفاة كيف ما كانت الطبيعة ديالها. عادة ما كيتعامل الضابط مع هذه المواقف انطلاقا من واحد الخلفية اللي كلها شكوك، وهذا أمر مستحسن. فكون الضابط متشكك الوحيد في الفريق ديالو هذا أمر كيتعتبر إيجابي، خصوصا من اللي كيتعلق الأمر بشي مسرح جريمة حصلت عليه تغييرات. فالقصة أو الرواية اللي كيسردها الجاني كتبقى مفهوماش وفي بعض الحالات ما عندهاش حتى معنى، وفي نفس الوقت كيتضح الضابط باللي ما كتعكسش الوضعية اللي يتم الإبلاغ عليها أو اللي كتوافق مع مسرح الجريمة. فمثلا بالنسبة للمثال اللي سبق وعطينا على جريمة قتل الزوج للزوجة ديالو والعاشق ديالها، فهنا خاص الفريق الجنائي يكون على بال بالنسبة للأشياء اللي مازال ما تمش تحديد الأمثلة ديالها. ومن جهة أخرى نفترضوا باللي الضابط كيعرف لحد الساعة أش اللي وقع في مسرح الجريمة وأش اللي يمكن يكتشفه في المستقبل، وهذا اللي غادي يأثر على الاستجواب بطرق مختلفة. لكن الأكيد عندنا هو أنه لحد الساعة ما عندوش أو لما كيتوفرش على أي اعتراف. المجرمون في العادة ومن الطبيعي أن أغلبهم كيرفض الاعتراف، لهذا من الأحسن يتم الإبعاد ديالهم من أي مقابلة، لأنهم كيكونوا مصممين خصيصا باش يخدعوا المحققين في مسرح الجريمة. لهذا فالسلوك ديالهم في تغيير الأدلة المادية غادي يكون مدروس بشكل جيد. فكل ما عرف الضابط أكثر على طرق الخداع كل ما كان أسهل عليه يكتشفه سواء خلال المحادثات أو اللي كيكون في مسرح الجريمة. دائما وخلال المثال اللي عطينا كيتبين بلي المجرمين ما كيتوقفوش على التلاعب بالأدلة، كما أن الحياة ميدانية بينات بلي المجرمين في اغلب الاوقات كيتخلصوا من الادلة اللي كتفضح الاكاذيب ديالهم او لا تسترهم على افعالهم الاجرامية، كما انهم كيدعموا افعالهم بالاكاذيب اللي كتبينهم بلي هما صادقين. صحيح ان الناس كتكذب الكثير من الاسباب، والسبب الرئيسي للكذب ديال هاد المجرمين هو فقط لحماية انفسهم. فالخداع هنا كيبقى هو جوهر المسألة الحيوية بالنسبة لهم. بالنسبة لرغبة الناس في الخداع فمن خلال استعراض تاريخ الجريمة تبين بلي باقية هي ما تغيرتش الى يومنا هذا، رغم هذا الحقبة الزمنية الطويلة اللي مرت منذ الخلق ديال البشر على وجه البسيطة. فالتجربة العملية كتبين باللي المسارح الجريمة اللي تم التغيير ديالها كتبقى هي اقصى الجهود اللي كيبذلوها المجرمين باش يبقاو ابرياء امام جهات التحقيق، بحال مثلا داك اللي كيبغي يخبي الجريمة ديالو ويبينها كانها عملية انتحارية كيف سبق وشفنا في البداية ديال هذا الفيديو. لهذا فالضابط اللي كيكون متشكك من البداية الاولى لعملية التحقيق اللي كيجريها كيصعب الخداع ديالو، لانه كيعتقد باللي كل ما كيخرج من فم المشتبه به او للمجرم هو عبارة على كذوب. والشيء الوحيد اللي كيثق فيه الضابط المتشكك اثناء التحقيق ديالو هو ان المشتبه فيه ربما كذاب. حتى واحد لحد الساعة ما كيعرفش عدد المسارح الجريمة اللي تم تغييرها من طرف الجولات في العالم، حتى واحد ما كيعرفش عدد مسارح الجريمة اللي كيتم تغييرها في كل عام، حتى واحد ما كيعرفش عدد الوفيات اللي تم تحديدها على انها كانت انتحار او وفاة عرضية او طبيعية او ما تمش كاع تحديد سبب الوفاة، واللي كانت في الواقع جرائم قتل الجهولات في الخداع ديالهم. حتى اليومنا هذا ما كاينش عندنا احصائيات بهذا الخصوص واللي يمكن نطبقوها على نطاق واسع، انما اللي هو اكيد ان عمليه تغيير مسارح الجرائم عرف واحد التطور بشكل ملحوظ على المستوى العالمي، وهذا كيف ما سبق وشفنا في هذا الفيديو رجع لكون وسائل الاعلام كل الوانها سهلات طريق تعلم تقنيات الطب الشرعي على العديد من الناس، كما ان الكتب اللي صدرت في هذا الصدد خصوصا الكتب او الروايات اللي كتعطى القضايا القتل او لا قضايا الغامضه كان لها الدور الكبير في هذا
الطفره اللي حصلت عند معظم الناس. فالجانب اللي كيرسم مسرح الجريمه بشكل استثنائي كيرتكب بلا ما يشعر اخطاء، لانه كيرسمه بالطريقه اللي كتخليه يعتقد بانها هي الطريقه المثاليه اللي خاصو يكون عليها. مشكله تغيير مسارح الجريمه. تغيير مسرح الجريمه كتعتبر قضيه او مشكله اللي كتهدد السلامه العامه، كما انه كيشكل خطر على عائلات الضحايا وعلى باقي افراد المجتمع اللي وقعت فيه الجريمه. والناس اللي هما مختصين بتنفيذ القانون كيتم تدريبهم باش يحميو ويخدموا المواطنين والمجتمع، لانهم اصلا كيكونوا مكلفين بواجبات اللي ما يمكنش يقوموا بها الاكثريه من الناس اللي ما تلقاوش اي تدريب في هذا الميدان ولو انه تتاحت لهم افضل الظروف. بالنسبه لمهن ديال تنفيذ القانون كتمثل واحد التحدي كبير، فالاشخاص اللي عندهم ما يكفي من التجربه والخبره في هذا الاطار وكيعرفوا كيفيه تطبيق القانون هما الوحيدين اللي كيقدروا يبنيو قضايا بشكل علمي واحترافي واللي غادي تجعلها تكون مقبوله باش تعرض على الجهات المختصه. بالنسبه للضباط الشباب اللي الله التحقوا بالميدان، فمن الطبيعي ان قضيه قتل مثلا واللي وقع تغيير في مسرح الجريمه ديالها من الطرف الثاني غادي تشكل واحد الصعوبه بالنسبه لهم واللي كيتوجب عليهم باش يتغلبوا عليها. لكن الا تمكن الجاني من الخداع ديالهم فغادي يبقى حر وبلا عقاب في المجتمع، الشيء اللي غادي يخليه يفكر مره اخرى في ارتكاب جريمه اضافيه. لهذا كنلقاو افراد المجتمع كيبقاو خايفين طول ما مرتكب الجريمه مازال ما تم التعرف عليه. لهذا كنرجعوا كناكدوا بلي قضيه تغيير مسرح الجريمه ديما كتعتبر مشكله كبيره وكبيره بزاف. والمشكله الكبيره في تغيير مسرح الجريمه هي انها كتدفع بالمحققين باش يتبعوا خيوط اللي كتكون مغشوشه واللي قدموها اغلبيه الجنات، وهذا الشيء كيطلب مده زمنيه كبيره قبل ما يفيقوا المحققين ويتبين لهم اللي الجاني خرجهم على مسار طبيعي للتحقيق. مشكلة أخرى بتغيير مسرح الجريمة كتتعلق بمختبر الجريمة بسبب التراكم، بحيث أن بعض المختبرات ديال الجريمة كتكون في وضع اللي ما يمكنش لها تعالج كاع الأدلة المادية اللي عندها، اللي ما كيكونش عندها مشتبه به معروف في القضية، وهي الصورة المغلوطة اللي كتبينها وسائل الإعلام واللي من خلالها كتحاول تمرر رسالة باللي مختبرات الجرائم هي الوحيدة أو لا هي الكيان الوحيد اللي غالبا ما كيكتشف لنا مشتبه فيه، وهذا الشيء ما عنده حتى علاقة بالحياة الواقعية. تغيير مسارح الجرائم قضايا القتل كيمثل كيف سبق وقلنا مشكلات كبيره بالنسبه للضحايا او للعائلات ديالهم، وهذا الاسباب اللي كتكون واضحه لان عائلات الضحايا كتعتمد على تطبيق القانون من طرف اجهزه التحقيق الجنائي باش يتم القاء القبض على الجاني او الجنات، وبالتالي كتقفل القضيه بعد ما كيتم تحقيق العداله. فكلما كثرت الادوات اللي كتمتلكها الاجهزه المختصه كلما كانت التحقيقات اللي كيجريوها اكثر شموليه واكثر عمق. فالجهود في تغيير مسرح الجريمه اللي كيقوموا بها الجنات الى حاله دون التعرف على المشتبه فيه وما كانش في الامكان ديال المحقق يقدم اي دليل مادي للمختبر باش يتعرض على الخبره، فهنا هذا المحقق غادي يكون في واحد الوضعيه اللي هي ضعيفه وضعيفه بزاف. التحقيقات اللي كتكون شامله ومدروسه كتكون ضروريه باش يتم القاء القبض على المشتبه فيه، لكن تغيير مسرح الجريمه كيشكل حواجز لهذه العمليه. زياده على هذا الشيء كامل كنلقاو اسر الضحيه كثير ما كتكون غضبانه وكتعبر على موقفها باللي الاجهزه الامنيه مكلفه بالتحقيق في النازله ما قيماش بالواجب وانها هامله القضيه وما عطيهاش الأهمية اللي كتستحقها، وهذا الموقف إلى جينا نشوفوه كنلقاوه مبني على مقارنة قامت بها هاد العائلات بحالات متعلقة بجريمة مماثلة تم تصويرها في وسائل الإعلام وتمت المعالجة ديالها بشكل مبسط، وهذا الشيء هو اللي كيأجج شعور العائلات بالخداع اللي كيظنوا على أنهم تعرضوا ليه من طرف النظام. أعزائي متتبعي قناة أجين في مواضح، بالوصول ديالنا لنهاية هذا الفيديو غادي نكونوا تطرقنا لبعض النقاط اللي كتهم مشكلة تغيير مسرح الجريمة والعراقيل اللي كتخلقها المحققين الجنائيين، وبهكا أيضا غادي نكونوا ربما وضحنا بعض اللبس اللي كيطغى على الفهم ديال أكثريتنا لمسرح الجريمة وطرق البحث الجنائي اللي كتقاد سواء عليه أو لا في باقي مراحل البحث الجنائي اللي كتبعوا. من باب التذكير إذا كنت أخي المشاهد أول مرة كتشاهد هذا الفيديو فما عليك إلا تسجل في قناة أجين فهموها صح وكن على يقين باللي غادي تلقى فيها كل ما يمكن ليه يجلب لك الافاده سواء في الثقافه القانونيه او الامنيه. وماذا بنا لو انك تعمل على اشراك ومشاركه هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالك باش الفائده تعم ان شاء الله تعالى. وفي نفس الوقت ما تبخلوش علينا متتبعي قناه اجين في مواصح بشي تعليقات منكم او لنصائح الى بلكوا فيها اللي يفيدنا في السير القدام القناه اللي هي اصلا ديالكم، باش ما نطولش عليك متتبع ومتتبعه القناه ما غاديش نقول لك الا اجين في مواصح. سلام.